يحكون معكم رامي الحوراني بتتمت الفقرة ثالثا من الفصل الثاني تشريح عام من فريق إليت بري فايف. هلأ حكينا بالفيديو السابق عن القفص الصدري الذي هو من الجذع، والآن سننتقل لثاني أقسام الجذع الذي هو عبارة عن العمود الفقري الذي يتوضع لدينا هنا. كما نلاحظ فإنه يشكل محور الجسم الذي ينقل ثقله الذي ينقل ثقل الجسم ككل نحو الحوض أي الذي يوجد بالطرفين السفليين. تمام. هلأ القفص الصدري كما هو موضح لدينا فهو مؤلف من مجموعة من الفقرات المتمفصلة فيما بينها بواسطة الأقراص الغضروفية. رح ندرس فقرة نموذجية ومن ثم نتطرق للفقرات الخاصة بالتفصيل. هلا بداية هي الفقرة النموذجية الواضحة معنا هنا، تتألف من جسم في الأمام هذا الذي يتوضع لدينا باللون البرتقالي بالإضافة لقوس خلفية. هلا القوس الخلفية مؤلفة من سبعة نواتئ. سبعة نواتئ هي كالتالي: في كل جانب، طبعا نحن نحكي عن جانب جانب، في كل جانب عندنا ناتئين مفصليين علوي وسفلي بالإضافة للناتئ المستعرض بين الناتئين المفصليين العلوي والسفلي بالإضافة لناتئ شوكي مفرد في الخلف. هل عندنا الناتئين المفصليين العلوي والسفلي موجودين في كل من الجانبين، يعني أربع نواتئ مفصلية بالجانبين، أما النواتئ المستعرضة فهن الناتئين في كل جانب موجود ناتئ. تمام. هلأ القوس عندنا أول شيء في هاي المنطقة اللي هون اللي بتفصل ما بين الجسم والناتئ المستعرض تدعى بالسويقة، أما الجزء الثاني الذي يفصل ما بين الناتئ المستعرض والناتئ الشوكي يدعى بالصفيحة. تمام. هلأ رح نبلش بالفقرات الخاصة فقرة فقرة. بداية أول ست فقرات من العمود الفقري التي هي هنا هي عبارة عن الفقرات الرقبية. هذه الفقرات الستة هي عبارة عن الفقرات الرقبية. رح ندرس فقرة نموذجية من الفقرات الرقبية. كما نلاحظ فإنها ذات جسم صغير في الأمام شكله بيضوي مثل ما واضح معنا، الثقبة الشوكية تبعه هي كبيرة وتأخذ شكل مثلث مثل ما واضح معنا أنها تأخذ شكل مثلث، تنتهي في الوحش بحديبتين التي هي هنا الحديبة الأمامية والحديبة الخلفية. هلأ بيتميز الفقرات الرقبية أن النواتئ المستعرضة الموجودة فيها تحتوي على هذه الثقبة الموضحة هنا، هذه الثقبة التي تدعى بالثقبة المستعرضة. الثقبة المستعرضة عمليا بمر من خلالها الشريان الفقري، بمر من خلالها لذلك توجد. تمام. آخر أجزاء الذي هو عبارة عن الناتئ المستعرض كما نلاحظ فأنه قصير ومنشعب نحو الخلف شكلنا شعبتين. تمام. هلا في عنا بالفقرات الرقبية فقرتين خاصة يعني لهما شكل خاص، اللذان هما عبارة عن الفقرة الرقبية الأولى والثانية. نحن نفصل فيهم بشكل مميز. بداية الفقرة الرقبية الأولى التي هي هنا باللون الأزرق، كما نلاحظ أول شيء تدعى بالفهقة. كما نلاحظ هي مؤلفة من قوسين، قوس أمامية وقوس خلفية. القوس الأمامية هي بدل الجسم لأنه لا يوجد بالفهقة جسم، إنما يلتحم جسمها مع جسم الفقرة الرقبية الثانية بواسطة هذا السن الذي نلاحظه هنا يدعى بسن المحور. هلأ القوس الأمامية نلاحظ على وجهها الخلفي هنا
وكان مالح لون بالأصفر. نلاحظ على وجهها الخلفي للفقرة للقوس الأمامية يوجد في نقرة مفصلية للتمفصل مع سن المحور. تمام، يفصل في عندنا هون هاتان الكتلتين الجانبيتين يفصلين ما بين يفصلين ما بين القوس الأمامية والقوس الخلفية. هذول الكتلتين الجانبيتين بيحتوي على سطحين مفصليين، سطح مفصلي علوي الذي واضح معنا هنا، هذا السطح المفصلي العلوي يتمفصل مع اللقمة القذالية كما سنوضحه الآن. كما نلاحظ فأنه سيتمفصل مع اللقمة القذالية للعظم القذالي الموجود بالقحف، بالإضافة لأنه يوجد فيها سطح مفصلي سفلي الذي هو هنا يتمفصل مع السطح المفصلي تبع الفقرة الرقبية الثانية. هل انتهينا من الفقرة الرقبية الأولى؟ نحن ننتقل للفقرة الرقبية الثانية التي تدعى بالمحور أو الفائق. عمليا الشيء اللي بيميزها هو وجود هذا السن أو الناتق السني الذي يدعى بسن المحور اللي بيشكل جسم الفهقة ويتمفصل مع القوس الأمامية للفهقة، يبرز نحو الأعلى. بالإضافة لهذا الشيء فأنه بيتوضع على جانبي السن، هنا الجانبي السن باليمين وباليسار وجه مفصلي ليتمفصل مع الوجه السفلي المفصلي للكتلتين الجانبيتين الموجودين في الفاقة، بالإضافة لوجهين مفصليين سفليين هنا ليتمفصلان مع السطح مع الناتق المفصلي العلوي للفقرة الرقبية الثالثة. هيك بنكون خلصنا من المحور أو الفائق الفقرة الرقبية الثانية. رح نحكي بالفيديو القادم عن الفقرات الصدرية ومن ثم الفقرات القطنية.